نرحب اليوم برئيس جمعية مرضى السكري لولاية بومرداس السيد محمد مقري. مرحبا بك معنا، صباح النور. شكرا للإضافات نعم على الاستضافة، ومرحبا بك معنا، شرفنا بحضورك. كذلك دائما يشرفنا بحضوره، يعني دائما نحب نعطي لك ربما كلمات باش نرحب بك، فدائما تشرفنا بحضورك الدكتور فتحي بن شنو. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أنا فرحان كثير لأن الوطنية تطرق مواضيع تاع اللي عايشها المواطن والخطيرة، وبالأخص اللي راكو تعطيو الكلمة، ولازم هذه تتولي عادة للجمعيات وبالأخص هذا واجبنا أكيد. احنا تاني أستاذ بن أشنهو لازم نشكرك أنت لأنك واحد من الناشطين على في المجتمع المدني. نعم. خليني نقول بالإضافة إلى أنك طبيب، راك ناشط دائما، نشوفوك على مختلف البرامج، نشوفوك على البلاطوهات تاني، ونشوفوك في حتى مع الجمعيات. نعم. بعد نفهمك على وهذه إضافة تفسير. يلا تفضل أستاذ فتحي، باش نبداو نحكي معاك على هذا الموضوع تحديدا، واللي هو مرض السكري اللي راه يزيد عام عن عام، لكن في الفترة الأخيرة شهد زيادة بنسبة سريعة جدا. في رأيك الشخصي وشنو هو، ولا وشنو هي الأسباب الرئيسية اللي خلات الزيادة هذه بطريقة يعني بشكل كبير؟ خاصة يوسف إذا تسمحوا لي دكتور وسيد محمد، أنه لكل فئات العمرية، يعني في وقت قديم كنا نشوفوا أنه ربما يعني من 60 سنة فما فوق هما اللي عندهم ربما مرض سكري، ولكن اليوم نلقاو ربما طفل صغير يعني 5 سنوات نلقاوه مريض مصاب بالسكري. شوفي يعطيكم الصحة، والله العظيم يعرفوني أنا ابن شنو عصبي ماشي بروتوكولي وحنيني. يلا دارك الله يعزك. لا والله العظيم المقدمة تاعكم راهي فيها مواضيع ملتقيات علمية، ويا ريت لو كان المختصين بين قوسين يستعملوا ويقدموا الإشكالية لوسيلة. في المقدمة تاعك هضرت على هذا المرض اللي راهو في انتشار، هذا فيه تفسير علمي اللي راهو منا وهك، راهو العدد تاع المرض راح يرتفع، وبالاخص في مرض السكري كاينه مرحله ما قبل المرض. لماذا؟ لان مرض السكري انا ما نعتبروش مرض. لماذا؟ لما يكون مرض كاين داء هو يداوي نهائيا. مرض السكري ماشي مرض. لماذا؟ كاين لخص، كاين عضو يقولوا له البنكرياس، هذاك البنكرياس الله سبحانه كي خلقنا اعطاه مهمه يسير السكر، وجود السكر في ذاتنا، يعني معدل السكر يكون بتوازن، المراقب، لان الله سبحانه يقول لنا وخلقناكم في احسن تقويم. ما بين احسن تقويم كاين عدد السكر في الدم تاعنا بصفه دائمه، هذيك عدم وجود مرض السكري. ولكن بالتصرف تاعنا بالاخص الان التصرف الغذائي الكارثي وعدم حركه جسديه، مانيش نقول لك ممارسه، عدم هذيك المعادله اللي مخلوقه فينا تخسر. ولا اكثر من هذا الشيء، انا هو اللي يهمني، وان شاء الله في الجزائر شغل الريغلاج تاع الكاميرا نبدلوا شويه الريغلاج، لان باه ما يجيش مرض السكري الان والدول المتقدمه راهم كاين مرحله. هل تعلم بان اذا اليوم ندير تحاليل تاع الدم تاع السكر حق، واعلم بان هذا المرض راهو يتربى 10 سنين من قبل تدريجيا، هذا 10 سنين مهلة باه النظام الصحي والأطباء في اليمن يراقبوا هذه. هاي نعطيك حاجة ونحبس. احنا عندنا العادة في الجزائر نديروا ليزاناليز هكا نسميوهم التحاليل لما نكونوا مرض، يعني كيما هي العكس، هي الوقاية يقول لك خير من العلاج. الآن لازم تدخل في العادات تاعنا، وبالاخص الثقافه الطبيه تاعنا، وبالاخص الاطباء اللي راهم في الميدان يقلبوا المعادله، لازمهم يطلبوا تحاليل قبل ما يبان المرض. انا نقول باللي
هذه نورمالمون الانسان ولا المواطن اللي راهو يسمع فينا دوكا لازم هو اللي تدخل له الثقافه، لانه الطبيب ما يقدرش يجي للمواطن للدار ويقول له تروح دير لي زاناليز، لازم الانسان وحده يروح يبادر ويشوف يشخص ربما الحاله ديالو. يعطيك الصحه، ولكن الدور تاع الطبيب اللي نسيناه في الجزائر هو تنوير، هو تنبيه المواطن، ما قلتش المريض، المواطن قبل باه ما يرجعش مريض، ها هي المعادله اللي نهضر عليها. صحيح. طيب دكتور، فقط تكلمت على المتابعه، ولكن ما هي مؤشرات هذا المرض، مؤشرات مرض السكري؟ كيفاش يعني نفيقوا اننا مصابين بهذا المرض؟ نعاود نولي لي لازمنا نتخلاو من المرض ونخمو الحاجة واحدة أخرى. كيفاه نعرفو؟ هذا ما قبل الديابيت، بالفرنساوية البري ديابيت، كاين سندروم ميتابوليك. السندروم لما نترجموها هو مجموع أعراض، مجموع أعراض، لازمنا نحوسوا على الأعراض. أكي عارفها حاجة؟ هذيك اللي يستعملها الخياط لو ريبوميتر، هذا ال 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 الكرش، كاين معايير الان وين تبان السمنه، ما نقولوش السمنه وخلاص، السمنه فيها درجات وين ننجموا ندخلوا. واحده، اثنين، لازمنا نديروا اي مواطن لازم يدير تحليل ولو يكون صغير. وها هي نعطيكم معلومه، المرض ما نحبش نتكلم عن المرض، نحب كيف نتفادى المرض. نعم. المرض تاع السكري راهو يقيس الفئه تاع الشباب، بكري كانوا 50 سنه 60 سنه يبان، الان هبطت ولا الفئه. نعم. الفئه تاع الشباب اللي راهم عندهم 20 25 تغيرت يعني الحاله للاسف. دونك كما قلتي، واش نديروا؟ لازم الاطباء يخدموا، يبداوا سقسي، ما كاش اطباء عندهم هذيك المثرى تاع باه يشوف لو تور دو طاي بالروميه. ثانيا، لازم تديري تحليل وين تشوفي مرض السكري، ماشي مرض السكري، الكميه تاع السكر اللي عندك، يعني الجليسيمي. الجليسيمي قبل وبعد، هضر بالروميه. الجليسيمي، السكر المخزن، اللي تريغليسيريد، هما الدهون، هذو هما. والطبيب لازم يركز، ماشي غير لوردونوس، يركز يشوف الانسان، مثلا يقول لك الوزن تاعك، هذه قضى عليها الوقت الوزن، لازم انسجام ما بين الوزن والطول. هاني نفسر، واحد عنده 190 وواحد عنده 160، ينجموا يوزنوا نفس الشيء، ولكن مع المفهوم تاعها ماشي كيف. لازم نديروا المؤشر تاع الحجم الجسدي عند الانسان. هاكي تشوفي، على قولك نقلبوا المعادله بالاخص عند الاطباء، ممارسه الطب تلزمنا الان والدول المتقدمه. هاي نعطيك، هم يقولوا 4 ملايين مرض بمرض السكري. كاحصائيات. احصائيات 4 ملايين. هنا في الجزائر هذه. ايه، بلادي انا. لا باش نقولوا للناس برك باللي هذه احصائيات خاصه بالجزائر. 4 ملايين. ولكن لما نشوف انايا المرحله اللي موجود في باللي رايحين افواجا للمرض السكري، اللي قلت لي ارتفاع راح يكون اكثر، يعني ارقام مرهبه تاع مرض السكري، لان لما نديروا الناس اللي راهم في البري ديابيت ما قبل الديابيت يقولوا حتى 10 ملايين. وهنا المطلوب اللي يديروا الاحصائيات يشوفوا لنا شحال عندنا ما قبل الديابيت، يعني تعطينا المستقبل بين قوسين كعدد المرض. طيب دكتور، كي حكينا على المجتمع المدني والناس والاحصائيات كامل، نروحوا عند السيد محمد مقري باش يحكي لنا شويه على نشاط الجمعيات في توعيه الناس والمواطنين تجاه هذا الداء. نعم. شكرا. خاصة تصلح لي فقط يوسف انه جمعيتهم 28 سنة. 28 سنة هي يعني على قيد النشاط. نعم. اكو تشوفوا الجمعيات يعني تاع السي مقري 28 سنة تاريخ. نعم. 28 سنة من لاكرياسيون تاع هذه الجمعية تاع سكادي ومرداس، وتنشط صباحا ومساء، والمكتب مفتوح من التاسعة صباحا إلى الرابعة تاع العشية. كل المصابين منخرطين، يحتاجوا لانسولين، يحتاجوا لاقراص والى اخره، ودي جليكومات اون لي برون شارج على العاب. كذلك
بمناسبة يوم عالمي للداء السكري، يوم عالمي للصحة في الجزائر، شهر رمضان نعمل فيهم، نجيبوا كما الدكتور بن أشنو وأصدقائه يمدوا نصائح اللي يصوم واللي ما يصومش، أون ميم طون لي جورني سيونتيفيك يحضروا 500 600 إنسان أنا وعمامكم، وكل أستاذ يعقب بمدين كومينيكاسيون ديفيرون تيم، واحد فرع، واحد في العينين، واحد في ديابيتيك وعلى آخره، ب 600 و 500 شخص اللي يحضر من ليزار ديرون ديابيتيك راح يمدوا بالك 2000 3000 انفورماسيون على ديكستيريور دو سال دو كونفيرونس. اضافه وش هو يقول؟ تفضل. مرض السكر. نعم. بسيط. عندك السكر في الدم ما فيه والو، ولكن ننساو بان السكر لما يدخل في الداد ما تلاقيش الانسولين يولي السم للعينين، عنده العينين عنده اعراض للقلب، عنده اعراض بزاف سي تحرك عليها. تفضل. كوم لو ديابيت هو فيه 12 كوموندمون قبطان 12 les yeux, rein, cœur, pied, etc. Ça dépend du diabète ou ni hagar. Qui me l'a dit qui hagar insan. Il roule les yeux, il amène les yeux. L'actida. Il roule le cœur, il fiche le cœur. Les هذا الشيء هذا نعمله صباحا ومساء لكل ديابيتيك لازم يحضر على نفسه دون دومين دان نوتريسيون اكل الاكل لازم تكون عنده قانون تاع الاكل في الرياضه لازم يدير الرياضه سي ما يقدرش يدير لا مارش دي فاكتور يمشي ماشي يحوس يمشي واحسن رياضه هي المشي طبعا ولكن سي محمد فقط حبيت نعرف برك اسكو الناس اللي يجي عندكم الناس اللي مازال ما انصابتش بهذا المرض ولا فقط المرضى حتى يتحفر فيهم باش يجوكم هذاك الشيء نعملوا حملات يسموه ديبيستاج اون فوا بارون دو فوا بارون نعيطوا للناس اللي ماهمش مصابين نعملوا لهم تشخيص درناها ودرناها ولقينا كاين اقبال نعم نعم سير 400 كبير سير 400 انديفيدو لقينا 48 ديابيتيك اوني برون شارج نورمال يعني نورمال يعني هما جاهلين بانهم ديابيتيك مصابين هذه في بومرداس اندارت كانت صحافه كتبت عليها والتلفاز ربما اسمح لي فقط ربما كانوا حاضرين معكم لانه منذ ايام قليله عملتم يعني نقدر نقولوا حمله تحسيسيه ولا توعيه بمناسبه اليوم العالمي لداء السكري وكانوا حاضرين ربما ازيد من 400 مريض نقدر نقول نعم بمناسبه اليوم العالمي لداء السكري جمعيه الداء نظمت هذا اليوم العلمي منهم سي بن عشنو نعم اللي كانوا يعني حتى اطباء باش وكاين دي بروفيسور كانوا حاضرين المخابر كانوا حاضرين التوعية مخابر الأدوية أدوية وعلى آخره بدينا على 19 صباح سلكنا على 3 يعني كنتم موفرين كل الإمكانيات الحمد لله الحمد لله العامل علمي ودراسي وسونسيبيزاسيون يعني مجانا للمواطن مجانا الجمعية ندخل وخروج كيما حبيت الجمعية هي برون شارج لو تو والله يعطيكم الصحة حتى يوسف نلاحظوا وين المواطنين يعني نشاهدهم ربما كاين وين يتجاهلوا ربما بعض المعلومات ما يعرفوش يحبوا يسقسي ولكن يقول لك وين نسقسي وين نلقى هذه المعلومة على ذاك الشأن قبيات كان قاعدين موجود في التلفاز هذا القانون أنا يا الآن رانا في مرحلة تاع تبليغ وين عندك فرصة بتبلغ وتنور المواطن يعني يقول المواطن مش المريض المواطن لازم هذا انا يا شخصيا يقولوا عدو بالله ما قلت انا لازمني نبلغ للمواطنين هذا المعلومات شوفي يا استاذ هذا يسموه سليمان خلفه رحمه الله بروفيسور جابيتولوجي وما نقولش الخدمه تاعو الاخرى وشنها 25 سنه هو يجي بومرداس يكومينيكي ومالاد لو كان ما شافش عامل يعني في مكانه ما يجيش ولي بروفيسور بن فنطقي بروفيسور بن ماباجي الوزير تاع الكيلة وعلى اخره الله يبارك يعني وسي 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 المرحوم واسمه يحيى قدوم نعم اللي نشكروه بزاف لان كان قبل كان نعم. قبل كان قبل كان قبل لنا للجمعيه في الامباد تاع بومرداس نرحم عليه والله يرحمه جاء عملنا مؤتمر وطني
للامراض مزمنه خاصه الديابيتيك هي اللي اورغانيزات هذا اليوم هذا. من هذه استفدنا، الشعب الجزائري استفاد من لاكار دو شيفا. الله يبارك، الله يرحم، الله يرحمه، الله يرحمه وربي يعمشي معاه. تاع ميدان، تاع ميدان اكيد تشوف. لا الله يبارك، انا نشوفه ربما جاب لنا صور تشكيل ومجموعه. الله يبارك، نعم، من بن عباس الله يشفيه، مسيو خالد بو مديان نوتريسيونيست الله يشفيه، مختص في التغذيه، مختص ويجينا بن عباس بواب، يجينا من جيجل غرونغو رحمه الله، الله يرحمه، كذلك كل اساتذه. كان في تلاحم حتى نشوفه ما بين الولايات، كاين بين الولايات بين الاساتذه بين الشخصيات والجمعيات. دعت شكرا على 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 قطر الوطني كاع يجوا يحضروا ونعملوا وندو تبادل وعلى اخره. هذا هو شنو نقول. ومام الاطفال الصغار، اطفال صغار اللي مراه السكر يجوا مع باباه مع يماه، يدي يدي لا فورماسيون. هذه درناها 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 درناها. يعطيك الصحه سي مقري، كوين فاكونس اكسكيرسيون درناها. يعطيك الصحه مقري، راك ترقت الجانب تاع مرض السكري وهو الطفل مرض مرض السكري. جوستومون سي فتحي، كنت راح نسقسيك على الفئات العمريه اللي يعني احنا قلنا كما قالت سميه من قبل، قالت باللي كامل الناس راهم عرضه لهذا الداء ولا هذا المرض. شكون هي الفئه اللي عندها نسبه ولا احتماليه كبيره انه تكون مصابه بداء السكري ويكون ما على بالهاش؟ خلينا نركز، خاصه على بالهاش. لازم اني نقول لك النظام الصحي الجزائري في الميدان، الاطباء خاطش النظام عندنا نظام تاع وقايه تاع تبليغ لما تشوفوا الناس اللي ما عارفين، اللي مثلا كيما دير الجمعيه تاع بومرداس دير مراحل ماشي بالمناسبات، لازم على طول السنه، على طول السنه، خاطش كاينين قلت لك ما قبل الديابيت راهم قريب 10 ملايين، لازمنا نديروا دراسه دقيقه واحده. ثانيا نحب ننسى الكبار، انا نترق للديابيت تاع الدراري صغار. قبل كل شيء نحيي الامهات، الامهات تاع هاد الاطفال، لا لا والله العظيم غير عايشين واحد المعيشه. يا ودي يسوفريو. اولا ديابات تاع الطفل ماشي كيما ديابات تاع الكبير، ماشي كيما مرض السكري. وعلاش كيف؟ يزاد لان داخل فيه جهاز المناعه. لي بومبو لا باتيسري ياكلوا يسترقوا يدرقوا على ماليهم. ولكن ما نقدروش نمنعوا الطفل الصغير دكتور من هذا الشيء. لهذاك الشان لازم نخلقوا مصالح، مصالح خاصه للاطفال. اولا هاكا يقول لك انا رحت لاوروبا ورحت، هذيك حاجه بسيطه، المسرحه اللي تتكفل بال لي ديابيتيك انفون، اولا ينحيوا هذيك البلوزه بيضاء، يخبيوا هذوك الالات تاع السمع وتاع الاخر، ولما تدخل تقول راك في لاكريش ولا في روضه الاطفال باش يحببوا الطفل، باش يحببوا الطفل وما يخلعوش ينجم. التكفل ما هو؟ العلاج تاعو معروف، الاطفال غير بالانسولين لليومنا هذا، غير بالانسولين في العالم كله، في العالم كله، لان البحوث مازالوا. ثانيا لازم اللي ترقت ليها هذه وحنا ناقصين فيها، لازمنا نديروا تكوين اطباء وممرضين لهذا الشيء، كيفاه مختصين، كيفاه يترقوا بصفه علميه. وكاين الطفل الصغير ما تنجمش تمنعوا ياكل الحلوى. سي فتحي، وشنو هي الامراض اللي تتبع مرض السكري؟ واش يجي موراه؟ وشنو هو؟ الله اكبر، يعطيك الصحه، الله اكبر. الناس باش تعرف الناس باللي المرض راهو يتلف بزاف اعضاء في الجسم. مرض السكري واش هو؟ هو ارتفاع كميه السكر في الدم. لان عندنا توازن طبيعي من اللي خلقنا به ربي، يسرى كما قلت لكم البنكرياس يموت، تسرى يصرى خلل في جسم الانسان، خلل في ميدان ماده السكر. يلا كاين واش مطلع السكر سي ريان دي تو، وكاين الان ادويه يعصروا الانسان يروح في التبول هذاك السكر. نعم، ولكن ما غاليه وماشي. اولا السكر لما الله سبحانه كي خلق له الانسولين وعارف عليه، السكر لما يدخل ذات الانسان اذا ما تغلفوش الانسولين على طريقه البنكرياس راهو يولي سم، يولي شغل هذاك
اللي يضرب ويكسر. اولا البصر يا جماعه، كاين كيما البصر يحرق الخيوطه تاع العين، الالياف البصريه، الشغل القيطاره فيها خيوطه، هو يترتق خيط بخيط، ولما ست خيوطه تاع القيطاره ترتقوا هذيك القيطاره ما عندها حتى البصر. وانا نعرض المواطنين في المكان اللي عايشين فيه يغلقوا عليهم عينيهم دقيقه ويحاولوا يقوموا بالعمل تاعهم، وهذا لازم يحاولوا. عندك ثانيا، الان انا نهضروا على الجلطه الدماغيه، انا نهضروا على السكته القلبيه اللي كارثه الكوارث، سببها مرض السكري. حبس به الناس ما ينخلعوش، وما مانيش نقول لي عنده مرض السكر ورايح لهذا الشيء، اذا ما يتكفلوش به يروح لهذا، اذا تفاقمت الامور راح يوصل لهذه المرحله. السكته القلبيه هذه، الجلطه الدماغيه، لي زافيسي، دراري صغار يقول لك افيسي، والتكفل تاعو اولا كارثه للانسان اللي معني بالامر، للعائله تاعو، ويكلف دراهم كبار للدوله. هذه واحده. عندك الور واحد، انا نقول ميت وهو حي، عجز الكلى، لانسوفيزونس رينال، الكلى اللي عندهم دور اساسي، دور تاع حياه في بنادم، هو تصفيه الدم، ينحرقوا السكر يحرقهم، يولي الانسان. اسمح لي سي دكتور بناشف، يعني هذوك جيت كلمه ندخلك الليله باسكو راني نحس بكاع من الاعراض. لا مليح كي تحس كاع من الاعراض. مازال كاين هناك اعراض دكتور؟ كيف؟ مازال كاين هناك اعراض؟ كاين والو الكلى كل يفو فوار الانسان كيموت له الكلى، ثلاث ايام في الاسبوع لازم يمر على ماشينه بالدم تاعو ويسكن بصفه دائمه وغاليه بصفه دائمه عنده الدوله، هذه الدواء تخلصها فوالا، الدواء يتخلص عليهم ولا 2 مليون بار جور. والكارثه الكوارث هو قطع الرجلين، بتر الرجلين، اللي هذه كارثه. جاونا انذار من طرف المنظمه الدوليه للصحه، قالوا لنا راكم تقطعوا بزاف الرجلين وراكم ديروا لي سيزاريان بزاف، هذه بين قوسين. الور حبس كي تقطع له رجله كارثه للشخص، ولكن من بعد الدوله هي اللي تمول لابروتيز باه يديروا له رجل صناعيه. راك تشوف اللي راك تحكي ها هي وراهي النتيجه وراهي توصل الاتباع. نعم للاسف على هذه اللي انا نغلي، ماشي نهضر، نغلي على. نعم سمية سامحيني فقط. تفضل دكتور. على بالك خلات ودخت وضربتني الدوخه سيريوزمون. نعم. دكتور شحال هي كميه السكر اللي يقدر ياكلها الانسان في اليوم طبيعيه ما تاثر عليه لا وين يهبط له السكر ولا وين يطلع؟ خاصه حبيت نقول شيء، اسمحوا لي فقط، لانه السكر ماشي موجود فقط في السكريات، في العجائن، في الخبز، يعني نلقاوه في كل. نعم. كاين لو سكر ديريكت. نعم. وكاين لو سكر نعم. لو سكر ديريكت هو الدونجي. كل ماده غذائيه طبيعيه. طبيعيه. مش الاصطناعيه. كل ماده غذائيه طبيعيه الله سبحانه خلق فيها السكر. نعطيك مثال. انا ندهش بعض من الناس الخاله والقول. كل العسل الحره مش عسيله كارثه. كل العسل الحره مسموحه للديابيتيك وحده. كاين بعض المواد الغذائيه الطبيعيه الخضره والنساء ربات البيت يعرفوا كي تكون خضره ناخذوا الزروديه نيئه يعني الزروديه فيها كميه سكر عاليه اللي يقول اللي يسميوها السناريه في الشرق كي تكون خضره مسكرفجه مليحه لما تطيب وكل ربه بيت اللي الاخر لما تطيب تتعسل تولي خطيره لان السكر فيها يترفع. الجلبانه كي تكون خضراء راهي ما في مشكل، ولكن كي تطيب تتعسل. القرنون كي تاكلو هكا خضر، ولكن كي طيب هام ربات البيت يسيبوه. حبنين دكتور، طيب مش حبنين. كاين فرق ما بين البدله والواقع. بصح اللي كل على روحك اللي فايق قرنون. اللي فايق كل على روحك لو كور. عندك دروا ان دومي ولا ام اخضر احنا لا نروحوا للقلب احنا نحبوا نعم بنين كونوا واضحين دكتور الصحه هذه كل المواطنين يقولوا لنا لازم يا جماعه
نديروا فرق من حاجه بنينه ولكن مش صحيه مسمومه وحاجه اللي مضاه ولكن فيها فايده. عندي ان غيد دو ريجيم قال لي واحد سور 10,000 ريجيم اللي درتهم تاع بالعربيه وباللغه الاجنبيه. نعم. وراه عندي ان اسيشن كوبي لو كونسيب لي مول يطبع يطبعوا ويتمد غراتويتمون او جو سي با كوا. راه عندي حاضر من 10,000 ما قدرش نزيد. هذولي لازم موجودين في يدين الناس اللي يطبعوا هذي عاونوني يكثر خيره اسمه ما نذكروش ولكن ما نعطيكش نولي ليه نقولوا زيد طبع لي من المحال اللي راه يشوف هذا اللي راه يسمع ان شاء الله كاش واحد صح رجع الاكل الاكل كامل اللي واش كاين اكل راه ما كيما الدلاع. نعم الدلاع كولا ياكلوه الناس ديابيتيك باسكو فيه 7%. نعم البطيخ تاكلوه فيه 7%. التفاح سي لو ديابيتيك. نعم اسمحوا لي فقط حتى اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما نلقاو هذه المعلومات يعني الفواكه الخضر كل حاجه ومعدل السكر فيها. في الاخير فقط ربما حبيت نرجع للسؤال الاساسي كنت راح نطرحه في البدايه ولكن معليش معليش نختموا اكيد الكلام شيق معكم سيد بقري ودكتور بنشنو. ربما نلقاو وين السكر الان راه يجي وراثي ولكن في بعض الاحيان نلقاوه يجي صدفة. فوين كيفاش نفرقوا يعني؟ هاهي ميدان حملة لأن راهي تمس الأمن تاع الوطني الأمن تاع الوطن صحة. الجزائري تاع الصحة هذا يا الوراثي. احنا عندنا مشكل كبير في الجزائر هو الزواج ما بين الأقارب. أنا عندي السكر ناخذ بنت خالتي بنت عمي بنت كذا والآخر والوراثه الوراثه خاطر كاين اللي يشوفونا وهذه صبتهم تقول لك انا اني مزوجه مع وليد خالي ولادي لاباس بهم الورث الورث بالك ولادك ما عندهمش بس يخرج في ولاد ولادك شحال من جيل يقدر يحمل المرض ينتقل نعم. بين ما كانش شحال من جيل الورث الورث هذايا ايريديتار ايريديتار راهي كلي يقول لك ينيبيس والاخر ما تعرفش وين تا يبان ما نجمش نقول لك ولاد ولادك ولا ولاد ولاد ولادك ولا ولادك. نعم دكتور اسمح لي نقاطعك ولكن كيفاش نفرقوا بين السكر الوراثي والسكر العادي؟ ما يهمنيش انا ديابيتيك دوك نفهم الاولاد تاعي ديابيتيك اون جينيرال ماشي سافو دير 40 طون بالك 60 سنه بالك 50 سنه يجي هذا هو اللي ريجيتي. نعم شوفي لا مامون ولا بابا شوفي اللي يهمني كطبيب ماشي كيما هذاك راهو قريب يطيح في الغار ماشي هذاك انا يا لازمني نرفع نور المستوى تاع المواطنين تاعي في على خطوره الزواج ما بين الاقارب على خاطر به الدار ما يديها لناش واحد اخر هم الاسباب في بلادنا لازم هذا اصحاب علم الاجتماع لازم يدخلوا في الـ في الـ في, الـ في الحرب تاع هذه واحد. نعم ثانيا عاود نرجع لورا السؤال تاعك. انا من الناس كطبيبه وماشي وحدي استاذ نعم. ما نقولش هذه مليحه هذه الماده مليحه هذه الماده ماشي مليحه لازم نتعلموا في الجزائر النمط الغذائي تاعنا نغيروه اللي راهو رايح في 60 داهيه مثلا اكل السريع فريت اومليت هذه وكل بالك انت الان درتي الحصه ومن بعد عمرك خالد جيب لي ساندويتش لا استاذ والله غير اني ناكل صحتي لا هاهي ندير الكذا ونسير واخر ولكن ما ناكلش السكر الحجر نشد روحي نعم. ولكن ناكل الحلوى ناكل لاكرام يعني ناخذ من جهه اخرى السكر نعم يعطيك الصحه هذا الكلام وزيد مع الدكتور شنو بوزيو لا كيستيون يعني في لي فو لي بيغريسيم باسكو سي ان بو تري ديفيسيل بو لي سوق السيارات كذا وكذا ماذا بينا يديرنا الترقيص يعني باش نتعلموا عليه ان شاء الله في عجاله برك من فضلك لان الوقت للاسف جد والله لو نعمل ثلاث ساعات معكم نعم السكري كاين زوج حاجات خطيره يرفع السكر وهذه ما عندهاش اهميه نوعا ما ما عندهاش اهميه خاطر احنا في المواطنين واش به جارنا طلع له السكر ماشي عندها اهميه الخوف هو كي ينخفض كميه السكر الانسان تدريجيا كي يولي هابط مع الدروج يروح
للكوما ويموت واحد كيطيح له السكر لازم تدخل رابيد. كاين اجراءات لازم يدخلوا في الممارسه تاعنا اليوميه وتربي العائلات كيفاه ديروا خاطر تاعنا غليكاغون كاين بزاف صوالح اللي لازم نعم. كي تشوفي على قلت لك عاودي ولي في البدايه تاع التدخل لازم نغيروا المعادله تاعنا كمواطن شنو قاسني اون طونك قاسني زمان كي بديت كنت نتكلم على غليكاغون هذا يا ولك لي كاغون هو اللي يرد الروح مي ولكن لي زوردونونس ولا في هذه ولا نتعلموا في ورشات ولا نعلموا نعم. المرضى ولا هذا الشيء والتخزين تاعو لازم يكون دائما في البرد ان شاء الله يا رب. راكي تشوفي هذو يبانوا هكا جايزين خفاف ولكن عندهم اكيد عندهم اثر واهميه وان شاء الله يا رب تدخل هذه الثقافه عند الجزائريين ثقافه نمط حياه نقولوا هيلثي تشاركوا الوطنيه تشارك وكذلك ثقافه التحاليل يعني لمتابعه التشخيص قبل نعم قبل المرض علاه سمحي لي بهذه تفضل نشوفوا اشخاص السياره تاعو ولو تكون جديده يعني شوفي يرفد الكابو جديده ما يخاف عليها تمرض يقلب بالماء يقلب بالزيت يقلب وداتو حتى كي تتهرد يبدا يجري صحيح نعم دكتور فتحي بنشر هو سيد مقري محمد نشكركم على حضوركم معنا شكرا لكم وحنا شكرا بمناسبه اليوم العالمي للداء السكري نعم. جمعيه الداء السكري راح تعطيكم ان طابلو دونور فور لو ترافاي كو زادي رياليزي افيك دكتور بن هشنو كي توجور افيك مي كوتي كي دون الله يحفظك او ديابيتيك شكرا لكم شكرا لكم كذلك هنا طهار الدكتور قدام الكاميرا شكرا شكرا الكاميرامان لو سمحت فقط شكرا وان شاء الله نشكر السيد وزير الداخليه اللي راه اليوم نعم. على مستوى الجزائر اللي ساهم وعاون جمعيه الداء السكري لولايه بومرداس بالمقر باشياء كثيره وبالمستشفى تاع بومرداس 240 نعم. سرير اللي كان المشروع بدا هو ونشكروا صلاح الولي اللي راه اليوم نعم. يزيد يكملها المستشفى شو وقتنا باش نشوفوا فقط الطابلو انا راه في الوقت يهدم يداهمنا نعم ولكن هذه استثنائيه شكرا نسيب لنا شنو انت من وقف معليش تفضل نعم هاك شكرا للوطنيه شكرا كاميرامان من فضلك شكرا الله يعطيكم الصحة شكرا على نشاطكم الجمعوي شكرا على نشاطاتكم المدنية يعطيكم الصحة نورتونا في برنامج صباح الوطنية أما أنتم مشاهدينا الكرام نقول لكم باللي برنامجنا مازالوا أكيد نعم وفقراتنا مازالهم مستمرين ومواضيع حلقتنا لنهار اليوم اللي خيرناه بكم مازالهم متواصلين يلا وين نروحوا سمية؟ نروح إلى فاصل أكيد يلا مشاهدينا فاصل ونواصل